بقى كده كوادراتيك بروجرامنج يوزنج ماتلاب كواد بروج. دي لايبرري الثانيه زي ما قلت ممكن تستخدمها عادي في البايثون لو انت عايز مثلا تشوف اي لايبرري تشتغل معاك. ممكن تجد كواد بروج دي بتشتغل في اكثر من حاجه يعني وات ايفر. تعال نشوف انا بحل اي مساله. شايف بحلها ازاي؟ عندي فيكتور اسمه اكس وليكن مثلا في اكس 1 واكس. انا بقول كوادراتيك بروجرامنج خلي لي المساله دي في حاجه زي كده. دي معادله جنرال. المعادله دي كوادراتيك. ليه كوادراتيك؟ ليه؟ عشان هنا اكس سكوير. دي مش لينير. دي اكس سكوير فدي كوادراتيك. طب قبل ما اكمل هو الاف بي ام كوادراتيك عشان احله بيه؟ احنا بنقول الاف بي ام لينير، الاف بي ام لينير ما بيحلش حاجه. ما انا هروح لكوادراتيك بروجرامنج ليه؟ صح؟ انا ما بحلش الاكسات. انا بحل الالفاظ، يعني الفا سكوير هناك. الفا ام في الفا ان زي الفا سكوير، هي كوادراتيك. فانا عاوز احل عشان اجيب الالفا باستخدام هنا. يعني ارجع بقى لهناك هات الويست اللي انت عايزها. هي معادله مين؟ المهم يبقى عندي معادله زي كده. حاجه في اكس 1 سكوير، حاجه في اكس 2 سكوير، حاجه مضروبه في اكس 1 اكس 2. عايز اكس 1 بس، اكس 2 بس، حد مطلق. عندي شويه كونديشن. انا عاوز اكس 1 اللي تجيبها لي وانت بتحل دي تطلع اكبر من الصفر. اكس 2 تكون محصوره ما بين 10 و 15. مجموع اكس 1 واكس 2 13. 2 اكس 1 زائد 4 اكس 2 اكبر من او يساوي 20. انت خلاص كونديشن. هناك كنت حاطين كونديشن لو احنا فاكرين. الالفاظ كلها تكون اكبر من الزيرو. بعد كده قلنا لا الفا ما بين زيرو وما بين سي ما تزيدش عن سي وحطينا السي بتاعتها. فميشن مش عارف الفا في مش عارف ايه يطلع مجموع عنده صفر في الويات. فانا عندي كونديشن. فنفس الكلام برضو عندنا كونديشن هنا. هنا بنتكلم ان جنرال هستخدم كوادراتيك بروجرامنج ازاي. يعني كده بتقول انا بألف فزوره عندي معادله اهي اديني قيمه اكس 1 واكس 2 بشرط. يساتسفاي دول كل الاكسات كلها موجبه، مجموع الاثنين بيساوي 13 مش عارف ايه. وفي نفس الوقت يمينيمايز المعادله دي، ممكن يكون عندك اكثر من حل اكس 1 واكس 2. او الحل يمينيمايز الكلام ده. ده معنى كوادراتيك بروجرامينج. احنا ما يهمناش بيعملها ازاي من جوه، انا يهمني هدخل له الكلام ده ازاي؟ هدخلها اللايبرري ازاي؟ اللايبرري هنا في عندي حاجات مضروبه كوادراتيك، حاجات اكسبلوري. ده كوادراتيك مش كده؟ ده كوادراتيك. طب الترم ده كوادراتيك ولا لينير؟ ليه حد يقول؟ كوادراتيك مش ده فيه اكس 1 في اكس 2؟ ده كوادراتيك هو اكس سكوير. ده وده وده دول كوادراتيك ترم. الترم ده والترم ده لينير. دول كلهم كونديشن. كونديشن على الاكسات اللي عندنا. ممكن يبقى عندي اكبر من او يساوي. اصغر من او يساوي. دول الاثنين طبعا كده. ممكن يبقى عندي اكس 1 بلس اكس 2 مضروبين في اي فاكتور ثانيين برضه يساوي اصغر من او يساوي اكبر من او يساوي يساوي بس يعني تشكيله. يا ترى اللي بيصمم اللايبرري الديفلوبر اللي بنى اللايبرري دي هياخد مني المعلومات دي ازاي؟ تعالى فرجة بقى تاخدها ازاي عشان تسهل لك لو انت ناوي تخش في البونص. تستخدم الكلام ده ازاي؟ ادي الفانكشن اهي كواد بروك هتبص لها اتش واف واي وبي هتبص كل دول وشويه اوبشنز. هترجع ايه بعد ما دي تشتغل؟ هترجع لي الاكسات اللي هي اكس 1 واكس 2 احنا عايزينهم. الفيكتور نفسه ادي الاكس الفاريبلز قيمتها كام اللي انت اخترتها اختار حاجه اللي هو الالفاظ في الحاله بتاعتها. هدخل له معادله فيها الفاظ هيجيب لي هنا الالفاظ كلها رجعت. هيديني كمان ايفالويشن للفانكشن. يعني لو انت استخدمت احسن اكسات هو جابها ورجعت الفانكشن دي عوضت فيها القيمه اللي منها هتبقى كام؟ بيعمل ايفالويشن لدي بالقيم اللي هو جابها لي. مش عايزها ارميها. ارجع لي كمان الاكزت سباك. افرض انت مديله مساله مالهاش حل. عاوز اكس تبقى اكبر من 5 واكس اقل من 3. طب ازاي؟
مش فيزابل، نديله مساله مش عارفه اوبتمايز، ما هياش كونفكس، مش عارف اعملها اوبتمايزيشن. نرجع هنا الاكزيت فلاج، انا يهمني دي رقم واحد جلوبال سوليوشن ريتيرن، لا حل ممكن ما يلاقيش حل يرجع لي زيرو. يعني ايه؟ هو جرب عدد اتريشن انت محددها له وفي الاخر ما وصلش الحل، ما جتش. انفيزابل بروبلم، مساله اصلا ما لهاش حل، انت مديني كونديشنز متعارضه مع بعضيها، حاجه زي كده، المساله مش كونفكس وهكذا. انا في الاخر لو رجع لي 1 في الاكزيت فلاج ده كده انا موافق تماما. بيرجعني كمان لجرانجيان مالتيبلاير بتوعه هو لو انت عايزه. كويس، تعالى شوف بقى هضافينه دول ايه، اتش والاف والايه دول. انا كنت عاوز ادخله في حاجه زي كده، هو بيقول لي دخل لي اتش واف واي وبي وكده. بص ادي الاتش، الاتش دي عباره عن ماتريكس اضربها هنا في اكس ترانسفورم هنا في اكس. بص حاجه زي كده، لو انت عندك مثلا هنا اكس 1 اكس 2 ادي ماتريكس اكس 1 اكس 2 دي اللي هي كده اكس ترانسفورم دي اكس كده. ادي هنا شويه ارقام اي 1 1 مثلا او سميها اتش 1 1 اتش 1 2 اتش 2 1 اتش 2 2. تعال نضرب دي بدي، ايه اللي هيحصل؟ اضرب الالياف الاولانيه x1 h11 زائد x2 h21 ضربت دي بدي. طب دي بدي الثانيه x1 h12 زائد x2 h22 ضربت دول في بعض كده هيتضربوا في دي اكس 1 اكس 2. اما تضرب دي دي هيطلع ايه بقى؟ القص الاول في العمود الاول اكس 1 تربيع اتش 1 1 صح؟ اكس 1 هيتضرب في دي كمان زائد اكس 1 اكس 2 اتش 2 1. انا بضرب اكس 1 في دول زائد اضرب ده في اكس 2 اكس 1 اكس 2 اتش 1 2 زائد اكس 2 تربيع اتش 2 2. يبقى لما تضرب الاتش في دول هيطلع لك دي. اللي عاوز ابص عليه هنا بقى ايه؟ بص اكس 1 تربيع مضروب في مين؟ اتش 1 1. يبقى اتش 1 1 ده الرقم اللي مضروب في اكس 1 تربيع. لقطتها؟ طيب زي بالظبط اتش 2 2 ده الرقم بتاع مين؟ اللي مضروب في اكس 2 سكوير. اللي مضروب في اكس 1 اكس 2 عباره عن ده وده، عشان كده باخد الاثنين دول زي بعض. يعني اقدر اقول كده الاثنين دول كده مع بعض اف اتش 2 1 بتساوي اتش 1 2، يبقى ساعتها ده كده عباره عن 2 اتش 1 2 اكس 1 اكس. يعني كان الرقم ده، الرقم ده لوحديه عباره عن نص الفاكتور بتاع اكس 1 اكس 2، مش الفاكتور كله. وعم تعالى هنا اهي بص، دي في اكس 1 اكس 2 والثانيه في اكس 1 اكس 2. فكان ده نص الفاكتور ده نص الفاكتور. فبيقول لك امسك معادلتك طلع المضروب في اكس 1 سكوير حطه لي هنا، في اكس 2 سكوير حطه لي هنا، في اكس 1 اكس 2 نصه هنا ونصه هنا، عشان يطلع المعادله كده. دي معنى كلمه اتش اللي هو عملها. هوريك مثال حالا عليه. اي دي كده. طب دي ده باين دول رقمين، رقم في اكس 1 ورقم في اكس 2، ده جزء اللينير تيرم. ارجع لورا تاني، كان يعني عندك المعادله كان فيها ايه؟ حاجه في اكس 1 تربيع اهي حط في الاتش، حاجه في اكس 2 تربيع حط في الاتش، حاجه في اكس 1 اكس 2 حط في الاتش، حاجه في اكس 1 لوحديها
طالك في الاف عشان دي لينير، حاجه في اكس دول لوحديها لينير. طيب هسال سؤال صغير كمان شويه، عاوز حد يجاوب معايا. يبقى كده ادي الاتش اهي وادي الاف اهي، اف هيتكونوا ازاي؟ خد بالك هنا في تيرم بيتنفي نص، هو بياخدها كده يعني بيقول لك اضرب اللي هنا في اثنين عشان عاوز نص بقى، خد نص مشترك، هو بيقول لي كده يعني اما تصمم الاتش خد نص مشترك وحط دي عشان الانصاف اللي كانت هنا تروح، هو دي الفكره بتاعته مش عارف. يعني هو كان بيحط نص الترم ونص الترم اكس 1 اكس 2 نص نفس كده، بيقول خد نص هنا مش. طيب الكونديشنز هحطها ازاي؟ هو اختار لك كده، انت عندك الاكسات اكس 1 واكس 2 اظهر مكان معين، حطها لي هنا ايه؟ في الايه؟ بس دي كونديشنز، يعني 3 اكس 1 زائد 5 اكس 2 اظهر 2 4. تعالى ما نفك دي مره ثانيه، 7 اكس 1 زائد 2 اكس 2 اظهر 5. طيب لو كانت يساوي، حطها لي في معادله ثانيه، يعني هرجع لورا كده في المعادله بتاعتنا، بص كده دي زائد دي اكبر من 20، ما عنديش حاجه اكبر من، طب اعمل ايه؟ تعرف تحول دي لاصغر من؟ اضرب في ناقص واضرب في ناقص، بقت اصغر من، وحط دي في الماتريكس اللي احنا شفناها من شويه. طب عندي يساوي بس لا اكبر من ولا اصغر من؟ ارجع لورا، اهي دي بتاعت الايكوال 3 اكس 1 زائد 5 اكس 2 ايكوال 7. هحطها هنا. طيب دي اللور باوند اكبر من القيم دي، اكس 1 اكبر من 5، اكس 2 اكبر من 3، حط زي ما انت عايز. دي الاور باوند اكس اصغر من او يساوي الرقم ده، كان الاثنين دول مع بعض بتقول اكس ما بين ده وده كده، خدت كل الكونديشن تعرف تحطها له عشان تبقى فيها. هدي لك مثال صغير حالا، ده اللي احنا شرحناه من شويه، انها كوادراتيك تيرم زي ما شفنا من شويه. اي مساله اهي بقول لك مينيمايز، دي مساله حقيقيه، انا عاوز مينيمايز نص اكس سكوير زائد 3 اكس زائد 4 واي، انا بحط لك اكس 1 واكس 2 وحط لك اكس وواي، ما تزعلناش حاجه، يعني احنا بنحط هناك كده اكس 1 واكس 2 مش كده؟ انا بقول لك لا بدلها انا هعمل كده، انا دي اكس ودي واي، وانا بحل على اكس وواي دول، هتكسب دول الاثنين بس، بس ينطبق على دي ينطبق على كل حاجه. هذه المساله مينيمايز دي. قبل المسألة كنت عاوز أسأل سؤال، حط ال 12 دي فين؟ ما قاليش أحط الفري تيرم فين، مش كده؟ هو ده أنا أحط الكونديشن فين؟ وأحط الكوادراتيك تيرم فين؟ واللينا تيرم فين؟ حط الرقم ده فين؟ طب أصله له إزاي؟ الفانكشن أهي، طب اصير ال 12 دي ازاي؟ في الاوبشن حد له راي ثاني؟ هي اصلا ملهاش لازمه عندي في الاوبتمايزيشن، انت بتقول لي اللي هيطلع واعتبر بتميز الكلام ده اجمع عليه 12، ملهاش لازمه اصلا في الاوبتمايزيشن خالص، دي ما فيهاش اكسات كده؟ هدخلها معاك ليه؟ هتلخبطه ليه؟ لما يكون فيها اكس هيدخلها في حسابات ويقول لك احسن اكس تمينيمايز ده، لكن هي على بعضيها بدون فري تيرم انت بتمينيمايز الكلام ده، في الاخر اذا خد ال 12 اجمعها على اي رقم يطلع لك، وبالتالي هو مش عايزها اصلا. اقول لك هو تاني مينيمايز الكلام ده، نص اكس سكوير بلس 3 اكس بلس 4 واي، حط كام اكس وواي؟ سبجكت 2 اكس اكبر من 0 واي اكبر من 0 x 3 واي اكبر من 15، كل دول اللي عندي. تعالى نبص كده، دي اعرف احطها، اعرف احطها حته، انا عندي ابر باوند. دي اعرف احطها، سوري دي اللور باوند. اكبر من الزيرو، دي لور باوند. دي اعرف احطها؟ لا، دي اكبر من، اولها الاصغر من، كده في شويه ناقص، شويه ناقص، ودي تقريبا اصغر من، ينفع احطها دلوقتي حتى. ينفع احطها؟ اصغر من او يساوي. أو تفضل من أوسط.
دي اصغر من او يساوي اقدر احطها عندي ما عنديش مشكله. تطلع المعادله شكلها ايه بقى؟ بص كده انا عاوزه مينيمايز دي بس كبرتها بقى نص اكس سكوير في حاجه في الواي ما كانش فيه في الواي واي سكوير ما فيش في الواي طب اكس واي ما فيش ترم اكس واي في ترم اكس وفي ترم واي هما ثلاث ترمات بص في حاجه في اكس سكوير حاجه في اكس وحاجه في واي الباقيين بالصفر اهي اكس سكوير واي سكوير ما فيش اكس واي ما فيش دي اكس ودي واي بس عشان تكون الاتش بقى خد نص مشترك بره اما خدت النص ايه اللي حصل؟ النص دي طلعت بره دي مش موجوده كون الاتش بقى ده بتاع اكس سكوير ده بتاع واي سكوير ده بتاع اكس واي خلاص كونتهم هنا يبقى واحد اكس واي دي يو تمام ادي الاتش اللينير تيرم اكس مضاف 3 وواي في 4 اهي دي الاف اكس 3 و4 ورا كوننا الاف الكونديشن اللور باوند اكبر من او يساوي زيرو واي اكبر من او يساوي زيرو اهي حطيتها له هنا كان عندي ثلاث معادلات ورا كلهم فيها اكس وواي وكلهم بقوا اصغر مني ادي ناقص واحد ناقص ثلاثه ناقص 15 ناقص واحد ناقص ثلاثه ناقص 15 المعادله الثانيه 2 5 100 2 اكس 5 واي اصغر من يساوي 100 ادي الـ A وادي الـ B. ما كانش عندي حاجة بتقول يساوي. ما حطيتش في الـ A equal. هتبقى زي دي بالظبط. لو كان ده يساوي 100 كنت حطيتهم هنا وأقول لك هنا 100 اللي هي بتاعت A equal. ما أنا ببصل equal وببصل أصغر منه. B equal يو أبر ما عنديش دول كونديشنز حطيتهمش. بس كده. هتبصل له دول دايناميكس وايت خالص أهو. كونت الـ H إزاي؟ ده يا جماعة. واحد وزيرو كونت شكل دي واحد وزيرو طيب الاس اهي جبته 3 4 طبعا ده ماتلاب انتوا عارفين الماتلاب يعني الاي البي الاي زيروز اوف 2 1 خلاص كده دي الاوبشن حطيته هو الاوبشن كانوا اوبتمايزر وكلام زي كده كام سته بنشتغل بيه نجحت ده راح مرجع لي على طول ايه الزد صفر فاليوشن قال لي زيرو وخمسه ادي الاكس وادي الواي واحسن قيم بيهم هتدي المينيمم 20. تعالى جرب كده قول اكس بكام؟ اكس ب 0 واي ب 5. الكونديشن متحققه ولا لا؟ اكس زائد 3 واي بكام؟ 0 زائد 3 ب 15 زائد 15 ماشي. اكس 2 اكس زائد 5 واي ادي 0 25 اقل من ال 100، الكونديشن الثاني ماشي. الكونديشن الثالث 0 و 4 ب 25 اقل من 80 ماشي. واي اكبر من 0 أو يساوي صح لو عوضت من الاثنين دول هتطلع قيمة هنا المعادلة ب 20 أمر أوبتمايزيشن خالص فتحل بيها أي مسألة أنت عايزها مش ده بالذات يعني إحنا مسألتنا كانت كده أنا عاوزه يطلع لي مين؟ الألفاظ يعني مش هيطلع لي إكس وواي هيطلع لي كده ألفا 1 ألفا 2 ألفا 3 ألفا 4 لغاية الألفاظ اللي عندك كلها اللي هستخدمها بعد كده أطلع منها الـ W وأطلع منها الـ B كل الكلام دي الطريقة بتاعتها واضحه ازاي تخدمها كوادرات بروجرامنج؟